أجواء حارة اليوم في أغلب مناطق المملكة، أما هاي الليلة رح تكون الأجواء معتدلة في العديد من مناطق المملكة. رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان ل 21 درجة مئوية، أما غدا النهار رح تكون الأجواء حارة نسبياً مع ساعات النهار، رح تسجل في عمان 31 بل رح تنخفض ل 22 درجة. يوم الخميس والجمعة رح ترتفع درجات الحرارة، عودة الأجواء شديدة الحرارة رح تسجل نهاراً 34 بل رح تنخفض ل 22 درجة ورح تكون الأجواء لطيفة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، جرش 22 غداً 34، إربد 21 غداً 34، عجلون 20 وغداً 32، المفرق 20 غداً 34، الزرقاء 22 وغداً 35 وأجواء شديدة الحرارة. مطار ملك علياء أجواء لطيفة 19 غداً 34، السلط ومادبة 21 أجواء معتدلة وغداً 32 وأجواء صيفية. البحر الميت 29 غداً 42، الكرك 20 غداً 32، الطفيلة أجواء لطيفة 19 وغداً 31، معان 20 غداً 34، أجواء صيفية حارة، مدينة العقبة 26 وغداً 42، رويشد 23 وغداً 37 درجة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء حارة نسبياً مع ساعات النهار، عودة ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وطقس معتدل مع ساعات الليل. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.